اسمي حسن علي محمد علي نافع. رباطي المكان اللي انا فيه بعيشه كويسه، عايشه، مش عايز اكتر من كده. اوضه وصاله انا فيهم انا وعيالي، مش عايز اكتر من كده. ومكان كشك اي حاجه، مش عايز حاجه من ربنا غير كده. انا من رصيف سيدنا الحسين لرصيف السيد. بقالك كام سنه؟ من 13 لغايه 77. قبلها كان عندك بيت ولا كنت فين؟ انا عندي بيت وقع في الهضبه اللي جنب الدوق، اللي جنب اسم الدوق. وقالوا هنديك شقه في المرحله الرابعه ولا الدنيا ولا عمل. انا اصلا من شبين الرباط الاليوبيه. يعني الطلبات لما كنت بتقدمها، كنت بتقدمها تبع محافظه الاليوبيه ولا تبع ايه؟ قدمت في محافظه الاليوبيه، قدمت في محافظه القاهره، وكتبت شكاوى لغايه نائب رئيس الجمهوريه، وكتبت في جميع المحافظات، وعملت في بنها، ومفيش، محدش بيعبرني، محدش بيسال عني. اخر حاجه رحت جاي نايم على الرصيف بعد ما جوزت اربع بنات وولد، وفاضل اربع بنات وولد. واحد منهم في الشارع انا ومراتي. بياع على رصيف سيدنا الحسين، ببيع سبح وببيع خواتم وببيع طواقم ومش عارف ايه كده على الله يعني. وفي الموالد ببقى في جميع موالد مصر بعمل خدمه، اكل اللي ببيعه، كلب لقمه واسقي شويه ميه لوجه الله الكريم، لا اريد جزاء ولا شكور. كل اللي انا طالبه بعد الموالد الاقي مكان انام فيه انا ومراتي وعيالي. الحكومه بتضايقك لما بتبقى نايم في الشارع في الحسين ولا لا؟ ما حدش يقدر يدهني. انت شفت الكرنيهات بتاعتي؟ انا معايا كرنيه بتاع كليه فنون تطبيقيه، ومعايا كرنيه بتاع المشاخه. يعني اقصد ما بيقولولكش الشارع ولا كده؟ طبعا اكيد طبعا، لو جت بلديه بتشن انا وحاجتي. هو انت مفكره انها في الشارع ده ايه؟ ما هو بالنسبه للحكومه كلب ولا يصفى، وهم حكومه ظالمه وشعب كمان مش عايز يقول نحن. يعني حاكم صالب وشعب كمان محدش بيقول نحن، ورغم اللي بيحصل ده كله مش عايزين ياخدوا مواظب. ومفيش، ما احنا ما احلفناش لربنا وحضره النبي وبس.